والتنوير الحقيقي، ولا زال إلى اليوم التنوير الحقيقي. تعرفون من هو؟ بحسب ريش دوبري حين تعاطى مع قضية صاحب المفكر اليهودي الكبير إدغار موران. موران هذا يهودي، وفقد بعض أفراد عائلته في المحرف في الهولوكوست، ولكن الحرب لا تزال شعواء عليه من صهاينة باريس. لماذا؟ لأنه يناصر قضايا المستضعفين وخاصة الفلسطينيين، ضد عنف الصهيونية، ضد عجرفة إسرائيل، حرب شعواء عليه، مع أنه هو أحد إيه يعني؟ أحد المكروهين بالهولوكوست. الرجل هذا ما يزايد على يهودي. جيش دوبري التقدمي كان ماركسي، والآن أصبح إيه تقريبا بيعتبروه ضد الأنوار. آخر كتاب له الأنوار التي تعمي، بالعكس مع أنه ما زال تنويريا ويعتد بالتنوير والأنوار، أوف كليرونج لايتنمنت، ولكن بمنظور جديد. خلص قال أنا بعد قصة صاحبي المفكر الكبير إدغار موران خلصت إلى تعريف جديد للتنويري. ما هو التنويري؟ من هو التنويري؟ التنويري الذي يعمل على نقد ذاته وطائفته، على نقد عشيرته وأهله. قال مللنا من الذين يظهرون البطولة الزائفة، البطولة الكاذبة في سب الآخرين ونقدهم. أنتوا يا سنة كذا كذا كذا، أنتوا يا شيعة كذا كذا، شيعي يقول هذا والسنة يقول هذا، مللنا من هذا. ما في بطولة ولا جراءة ولا صدق أيها الإخوة إلا ما رحم ربي وقيومهم، في أن تنتقد غيرك وتسكت عن إيه؟ عن عطبك، عن عفنك، عن أخطائك. طبعاً أن تنتقد غيرك، أنا أقول لك لا يكلفك شيئاً، لا معنوياً رمزياً ولا مادياً، بالعكس هو يكسبك مزيداً من إيه؟ من التصفيق، تصفيق القطيع على الموافق، أليس كذلك؟ تصفيق الطائفة والمذهب والحزب والتنظيم والإطار. والعكس صحيح، لو أنك انتقدت نفسك طلباً للحقيقة والإنصاف ستذبح، إن لم يكن مادياً فرمزياً ومعنوياً، وستجد نفسك في النهاية ضائعاً بين إيه؟ الغنمين، ضائعاً بين الحيين، لا يقبلك هذا ولا يقبلك هذا، لأن التعصب بنية، كما هذا متعصب بطريقته ذاك متعصب إيه؟ بنفس الطريقة واختلف المضمون. يقول دوبري هذا التنوير الحقيقي الذي ينتقد ذاته وطائفته. إدغار موران يقول تنويري حقيقي. فولتير انتقد اليسوعيين وقد تربى أو ربي في كنفهم منذ نعومة أظفاره، رجل كان يتيماً فولتير، وانتقد الطائفة اليسوعية الكاثوليكية فحرموه، أجروا عليه الحرم أيها الإخوة. فولتير معروف الآن في مقبرة العظماء. على كل حال ديدرو، دينيس ديدرو صاحب الموسوعة، قبل أن ينتهي الإلحاد والنفي الكامل ماذا كان؟ كان ثائر على طائفته الكاثوليكية. جان جاك روسو كان ثائر على طائفته الأقلوية بروتستانت، كان بروتستانت، فطبعا إيه حرم ولعن من الطائفتين الكاثوليكية، ولأنه هو بروتستانتي ملعون عند الكاثوليك، وتنتقد البروتستانت فأنت ملعون عندنا، ضعت يا جان جاك روسو. وفعلا الرجل قضى حياته يفر من بلد إلى بلد، من بلد إلى إيه؟ بلد، لأنه ملعون عند إيه؟ عند الطائفتين، وهو الأسوأ حالة، وهكذا الآخرون. هذا التنوير الحقيقي، نريد الآن فكرا إسلاميا تنويريا لديه الجرأة والصدقية والشفافية أيها الإخوة أن ينتقد ذاته قبل أن ينتقد الآخرين. طبعا بلا شك أنا سني، أعرف سنيتي أكثر بكثير ما أعرف شيعية الشيعي، فأنا مطلوب مني بدرجة أولى أن أنتقد نفسي، ومطلوب من أخي الشيعي أيضا بدرجة أولى أن ينتقد ماذا؟ أن ينتقد نفسه قبل أن ينتقدني. بعد ذلك لا بأس أن يتطرق لانتقادي وطرق، لكن بدرجة ثانية أو ثالثة أو رابعة، درجة أولى أنا. هذا شيء من التنوير، شيء من التنوير.